السلام عليكم، معكم حسان في لعبة ستوري اوف سيزنز. قبل ما نبدأ لا تنضيفوني على تويتر على تويتش. Let's go. الخطة الحين اني شريت 4 من الدواء هذه، الدواء هذا حق الستامينا. فالخطة اني بدخل اجيب مثريل، احاول اجيب مثريل عشان بطور مطرقة مثل ما واحد نصحني في التعليقات. فطور مطرقة مثريل وريح بالي خلاص، ما عاد اطور شيء ثاني. وبنفس الوقت جمع فلوس، ما تدري يمكن نوصل للدور بعيد. في صورة انا شفتها قبل في المنجم، في دور بعيد مرة يعني يعطيك زي تحف كذا، اشياء اثرية مرة. هذه اتوقع راح تجيب الفلوس مرة، بس ما ادري في اي دور. وشكله حظنا بدايته خايسه صراحه، فما اتوقع راح يكون اليوم اللي بستخدم فيه المشروب. وعندي مشكله في التخزين، حتى لما سويت لود للعبه سواني لود لليوم اللي اخذت فيه الفاس هذا حق الفاس الذهبي، فما كان معي اول ما صحيت او اول ما بدات اللعبه. فرحت استنيت ورحت خذيتها من جديد، فغريبه مره. ما ادري انا يعني المشكله مخزن، متاكد اني مخزن، بس شكلها في مشكله في التخزين صايره. والله اتوقع هنا لا، الظهر الثامن القى المثريل، هنا ما راح القى. اي ما راح القى هنا مثريل. اتوقع راح اجمع، ما راح اشرب الحين استمين، اتوقع راح اجمع بس. خلني بجمع هنا، اذا ما لقيت مثريل بس نشوف يصير خير. والله ولا قطعه مثريل، يعني لازم اروح التاسع عشان اخذ مثريل. شو الحظ الخايس. اوكي مو مشكله، لا والله مشكله، بس شو نسوي عاد. شوف بضرب كم ضربه، إذا ما لقيت الدرج أبطلع. لقيت الدرج. أوكي أوكي أوكي. يا رب ألقى مثريل، لو واحد بس. يا صار أزرق الحين وجهه. أوكي خليني بنزل وجهي أنا لأنه مغطي عليكم. أوكي كذا أحسن. يا رب مثريل واحدة بس. بس واحدة. تكفى. تكفى لا يغمى عليك. ايوه اي 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 ارمى هذا سي ارمى وعطني المثريل يا بوي. كويس خلاص اغمى عليه على اخر طقه، مو اخر طقه، ثاني اخر طقه. فكويس خذنا المثريل الحين. اي عادي بندلوع اذا ما عليك منه. فنروح نطور المطرقه للتطوير الاخيره. هذا المومو فيستيفال ان ذا بلازا تومور، كم واتش اف يود لايك. اوكي يقول اي بقرتي تشارك لكن ما تكون حامل، ما يعني مو اللي معي ما تقدر، بس يقول عادي تقدر تحضر. انا بشوف شو السالفه. الذره طلعت حلو. اوكي الذره لاحظت انها تطول عشان توصل للحجم اللي تثمر فيه، لكن خلاص تصير ايش، تثمر بسرعه يعني. اول ما تثمر خلاص تصير ما توقف، فشيء حلو مره حلو. ومعلومه، الأقزام ما يسقون الزرع اللي فيه خضار طالع وكذا، لازم تشيله بعدين يصير يسقيه. فإذا جاء يوم كان عندك غراض مرة كذا مثمر مرة كثير، فلا تتوقع القزم راح يسقيه، لأن لازم أنت أول شيء تقطف بعدين يجي هو يسقي وراك. كظاهر بكرة راح يطلع طماط، فراح يكون عندنا فلوس يعني. أوكي أمور تمام إن شاء الله. اوكي اوكي انا ببدا اجمع من الثيل هذا، او الثيل لازم اجمعه لانه خلاص الحين وصل للحد حقه في بعض الاماكن، فجاز كذا شكل بس يعني. فراح اشيل هذه الاطراف، بتطلع مره ثانيه هي اصلا الظهر. اذا ما خاب ظني موسم الشتاء راح تختفي يختفي كل الثيل، فخساره يعني حرام. وان شاء الله ما انسى، انا ابغى اجرب احط الذره فعند حق الدجاج، بشوف كم يعطيني اكل الدجاج. كنت بسويها الحلقه الماضيه بس نسيت، مره نسيت. فباقي حبتين هذول ما طلعوا اليوم، اذا طلعوا بروح ان شاء الله، اذا ما نسيت باخذهم وبوديهم عند الدجاج. في جايني بريد. اوكي اعطوني جائزه، يقول فزت بجائزه. وش هي؟ لا تقول، لا تقول هذا البثر. يب حقت فان. وش ابي فيها؟ ما لهم داعي. اوكي لو حطيت المطرقة ما راح اقدر اروح المنجم عادي صح؟ اوكي المطرقة ما اقدر اطورها ليه؟ اوكي اوكي لا اشو اقدر. اوكي هذا مثريل اقدر اطور مثريل، بس في ميثك
الميثك ميثك اور هذه ما قد شفتها هذه. الظاهر هذه الميثك هي اللي اقول لكم عنها اللي اشياء اثريه وكذا. والله يبغالي انزل المنجم واشتغل صح. المهم خلينا نطور هذه ميثك مثريل. اتوقع يعني ما يحتاج اطور اكثر من مثريل اصلا. 50,000 الميثك والله يخسر. خلونها وش بتسوي كان على الله. اوكي ودي اشتري بقره ثانيه وعشان تحمل. اوه بقر غالي ب 5,000 افتكرت. اوكي مو مشكله ابى اشتري حق الحمل هذه عشان بقرتنا اول ما تولد بخليها تحمل مره ثانيه لانها اللي تشتريها من السوق ما هي كويسات اصلا يعني ما تحبك فما تعطيك حليب كويس. فخلاص بصير بخلي البقره اللي عندي بس هذا عليه الله مودي تصير البقره اللي عندي بس تحمل وكذا. هذا اللي نسينا يوم ميلاد انا اسف. اوكي ذره ابي اجرب الانسى باخذها الحين على طول بجرب عند حق الدجاج. هي الذره الواحده الظاهر تجيب لي 80 سعرها 80 فبشوف كم تعطيني اكل للدجاج. اذا بتعطيني كثير يعني بدل ما اشتري اكل دجاج اوفر لي يكون شيء كويس. اما اذا بتجيب لي والله طفسه يعني 5 حبات كذا ما تسوى علي. طلعتهم اوكي مو مشكله خلينا نجرب. هنا كم اعطاني؟ علمني كم اعطيتني؟ ما اعطاني ما علمني بس اتوقع اعطاني على الوحده 10 الظاهر ما علمني. الله حطها توقعت تعطيني انا بيدي. مو مشكله المره الجايه نشوف على حبه واحده بس. شفتوا عرض وطلع هنا ها لان اصلا البقر عندنا يا حامله يا قاعده تكبر فما له داعي احط فيهم يعني. بجرب بخلي حبه واحده بس كذا خلت كذا بين كلب واحده خلت واحده 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 يعني متفرقات وبينهم مربعين فبشوف هل راح ينتشرون زي المربع حولهم ولا لا. نجرب يعني نختبر الوضع شوف ان شاء الله خير. خلينا نجيب واحد من الجدد. خلينا نجيب مين اكثر واحد يحملني الاحمر ولا الاخضر؟ الاخضر 4 بجيب الاخضر بحيث انه هو عندي في البيت اصير اقدر اعطيه يعني اركز عليه. وبجيب واحد يقطف لي يعني خلينا ندلع شوي نروح المنجم وكذا. ايوه استعرضون كل واحده تستعرض بقرتها ولا ما زاد ولا ايش السالفه؟ اوكي ظاهر حقت يعني تشوف اشكالهم يعني تصويت على مين اجمل بقره وكذا. اوكي خلينا نبدا نشوف ايش السالفه. ما يفرقون عن بعض. يا صوتها خايس ذي. ما يفرقون عن بعض وش بي؟ وش المسابقه؟ اوكي ما علمني مين فاز. ما يفرقون كلهم زي بعض يبغى تستهبل. يا عمري تعال. يا الله حركاتك ما تبطلها تعال. ايوه اسمع الكلام. اتوقع اليوم يوم الاثنين مفتوح محل الادوات. روح ناخذ المطرقه. اكتشفت ان الذره حبة الذرة الواحدة تعطيني 30 حبة قمح. صار عندي 159 حطيت 3 حبات زيادة يعني غير حطيت توتال 5 حبات معليش. اعطتني وصلت 159 غير اللي كان معي اول. مرة شيء حلو. اوه هذه مرة توسعت بزيادة. والله ظاهر اني الحركة حقتي مرة حلوة بصير اعتمدها. نايس نايس نايس. اوكي هذه بتركها تمتد زيادة. لا بالغلط. فهاوة فهاوة قاعد هوجس بشيء ويلا خذ لك. خليني اوكل هذه. اخذت المطرقة خلينا نجربها الحين. هذا الحصى هذه الحصى مثلا لو طق على 3 راح يتكسر. 1 2 3 راح يتكسر. هذا لو بطق على 3 اسمع الصوت ما يطلع صوت نفس الصوت اللي تو تنك. هذه ما يطلع فلازم اوصل الخمسة. حتى 4 ما يعطيني صوت التكسير لازم 5. نوع الحجر هذا قاسي مره بس انه راح يعطينا واجد. اوه ليش ما جته؟ اوه بس ما مره متعب يعني. حلو كم اعطانا؟ اوه اعطانا كثير ويستنزف من الجلوب مره كثير الحركه ذي. فا اوكي
ظاهر يعني حتى لو طورت جولد هو كان جولد اي جولد ما راح يمديني اكسر الحجر ده، كان لازم مثريل. خلنا الحين يا حبيبي والله الحمد لله الارزاق. هلا والله اي ثينك اتس تايم فور ذا بيرث، وقت الولاده يا عمري يا عمري. اوكي شو نسميه؟ بسميه سبوتي منقط، ما في اكثر من ترجمه لها يعني، بس حس سبوتي هي الحلوه. والله اتوقع حركتي مره حلوه اني اوزعهم كذا، يجيبون لي اشياء يجيبون لي اكثر يعني، بخليهم يطلعون زياده بعدين بقصهم. ما نقصهم اليوم. هلا ابوي ها اخيرا تمشين. تعالي تعالي بس تعالي تعالي والله خليك تقعدين مره ثانيه حياتي. هلا بالمولود الجديد، هلا بالزين. تعال 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 خل نمسح عليك تعال. اوكي اتوقع اليوم كان يعني اتوقع اليوم كان صراحة فيه اشياء حلوة صارت، فبس راح نوقف هنا. ان شاء الله استمتعتوا، بس انضيفونا على تويتر على تويتش. سلام.